2011 تعد بامتياز سنة رياضة كرة القدم المغربية بعدما فرضت حضورها اللافت على الصعيد الإفريقي، فبالإضافة إلى تألق منتخب الكبار ببلوغه نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقبلة وتوهج الأندية الوطنية من خلال تتويج المغرب الفاسي بكأس الاتحاد الإفريقي ووصول الوداد البيضاوي إلى نهاية عصبة الأبطال الإفريقية. المنتخب الأولمبي المغربي بدوره لم يخرج عن نطاق التألق وحجز تأشيرة الذهاب إلى أولمبياد لندن المقبل عن جدارة واستحقاق. المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة طاقم التقني المتكون من الهولندي بين فيربيك والمغربي حميد مورغا استطاع أن يفرض حضوره في منافسات البطولة الإفريقية لأقل من 23 سنة، حيث تمكن من بلوغ المباراة النهائية وساهم في ذلك تألق مجموعة من العناصر كعبد العزيز برادة، إدريس الفتوحي، زهير فضال، يونس مختار وغيرهم من باقي اللاعبين. إذن بوصول المنتخب الوطني الأولمبي إلى أولمبياد لندن تعود بذلك كرة القدم الوطنية إلى هذا العرس الأولمبي للمرة السابعة في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة في دورة 64 بطوكيو والأخيرة بأولمبياد أثينا عام 2004. المغرب سيكون إذن أحد ممثلي كرة القدم المغربية والإفريقية في الأولمبياد المقبل، وعلى عاتقه مهمة تقديم صورة لائقة تؤكد صحوة كرة القدم المغربية.